حصد لاعب العراق 3 أوسمة ذهبية في ختام منافسات بطولة إيطاليا ببناء الأجسام التي احتضنتها العاصمة روما بمشاركة واسعة من دول أوروبية. وقال فائز عبد الحسن رئيس اتحاد بناء الأجسام إن العام الحالي شهد تحقيق نتائج متميزة لرياضة بناء الأجسام، وهذا جاء نتيجة التخطيط الناجح والحرص على مشاركة اللاعبين في أغلب الدعوات التي يتلقاها الاتحاد، مبينا أن الأوسمة 3 حققها عن طريق عمار البديري في وزن 100 كيلوغرام ونجم الدين عبد الله الأول بوزن 75 كيلوغرام بفئة المتقدمين وذهبية فئة الماسترز.